هذه بعض المساجد في المغرب، ما شاء الله المآذن الباعة أمام المسجد. هذه مساجد كلها المساجد القديمة المفتوحة، تقام الصلاة الآن صلاة الظهر. منظر روحاني جميل. حقا ودوما وابدا لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ما شاء الله هذا المسجد مفتوح ما شاء الله. الناس تأدي الوضوء، المنارة راح ان شاء الله.